وللمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا عبر الهاتف الدكتور اسامه السعيد مدير تحرير جريده الاخبار. ضيفي الكريم، الى اي مدى يعكس الملتقى الرابع لمبادره جيل جديد سعي الدوله بجميع مؤسساتها نحو الارتقاء بالعنصر البشري؟ يعني اولا تحيه لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. يعني بالتاكيد ما شهدناه في هذه المبادره وهذا البرنامج المتميز في حقيقة الأمر هو تجسيد واقعي وحقيقي لشعار بناء الإنسان المصري، بناء الإنسان الذي يمثل الثروة القومية الأولى والأهم والمقصد من كل البرنامج الوطني لبناء مصر الحديثة وبناء هذا المستقبل. أعتقد أن ما شهدناه هو تأكيد لفكرة بناء الإنسان المصري منذ النشأ والرعاية وبناء الوعي، حالة بناء الوعي في حقيقة الأمر واضحة للغاية من خلال هذه المبادرة ومن خلال هذا البرنامج. أيضا وضع هؤلاء الشباب والشابات على بداية طريق المستقبل من خلال اطلاعهم على ما يجري من تنمية وعمران وبناء لربوع مصر كلها. أعتقد أنها مسألة مهمة للغاية أن يدركوا حقيقة ما يجري على الأرض وحجم ما تبذله الدولة من أجل بناء الحاضر والمستقبل. أعتقد هذه فكرة مهمة تجعلهم شركاء حقيقيين وتزيد من فرص بنائهم لمستقبل واعد ومشاركتهم في هذا المشروع الوطني لتحديث مصر وبناء المستقبل. وأعتقد أنه اختيار البرنامج كان اختيارا موفقا، المزج ما بين العناصر الوطنية التاريخية، الفدائيين، جزء من تاريخ مصر، تعزيز للشعور الوطني في نفوس هؤلاء الشباب، الاطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها سواء مشروعات الأنفاق أو مشروعات البنية التحتية أو المصانع المتقدمة. أعتقد أيضا رسالة مهمة لبناء المستقبل وكيف تمتلك الدولة أدوات المستقبل. وبالتالي أعتقد أن هذا البرنامج يضع هؤلاء الشباب على الطريق الصحيح ويمثل مؤشرا واضحا على رؤية الدولة ورؤية وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة المصرية في بناء المستقبل عبر هؤلاء الشباب. كيف كانت ردود أفعال يعني هؤلاء الشباب خلال الزيارة؟ يعني أعتقد ما عرضوا التقرير وما رأيناه من آراء هؤلاء الشباب بيعكس حجم التجاوب الكبير وحجم الترحيب الكبير والتفاعل الطيب مع هذا البرنامج وحجم الاستفادة أيضا، لأنه بالفعل ما تضمنه هذا البرنامج سواء من ندوات أو من نقاشات سرية أو حتى من خلال انخراطهم في مسألة التنظيم والحوار بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين المدربين والمشاركين في هذا البرنامج، بيعكس حجم التجاوب والتفاعل البناء بين هؤلاء الشباب وبين كل مكونات البرنامج. وأعتقد أن هذا البرنامج سيكون بالنسبة لهم خطوة لا تنسى، بالعكس أتصور أن هذا البرنامج سيكون نقطة تحول في حياتهم، لأنه في النهاية زي ما أشرت بيعرض أو بيقدم لهم طريق المستقبل، بيشارك في بناء الأمل وصناعة الأمل في نفوس هؤلاء الشباب. وبالتالي أعتقد أنه حالة الحماس وحالة التجاوب وحالة التفاعل بتعكس مدى الاستفادة التي استفادها هؤلاء الشباب من هذا البرنامج، وأعتقد أنه هيكون نواة كبيرة وسيكون نقطة كبيرة ومضيئة في حياة هؤلاء الشباب تبني المستقبل وتعزز أيضا فرص أن يشارك مزيد من الشباب في مثل هذه البرامج البناء. نعم، أخيرا ضيفي الكريم، النشاط الاجتماعي لوزارة الداخلية، كيف تقيم هذه الاستراتيجية في وزارة الداخلية للارتقاء بكل أنشطتها الاجتماعية والأمنية أيضا؟ يعني أنا أعتقد أن وزارة الداخلية بتقوم على شعار مهم جدا وهو فكرة الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل، تقوم طبعا بالدور الأهم والدور الأول والمسؤولية الأولى المنوطة بها وهي حماية الأمن الداخلي، لكن أيضا الأمن الداخلي ليس فقط الأمن الجنائي وحماية المجتمع من الخارجين على القانون، لكن أيضا توفير كل السبل لمساعدة المواطن المصري على أن تكون هناك حياة أفضل، أن تكون هناك جودة للحياة. وأعتقد أن دي رؤية استراتيجية للدولة المصرية كلها. وزارة الداخلية الحقيقة بتقوم بدور وجهد كبير، مبادرة كلنا واحد، لديها العديد من الأنشطة والفعاليات سواء في توفير السلع أو الخدمات أو كما رأينا دعم المواطن المصري عبر هؤلاء الشباب وتقديم نماذج للمستقبل تكون لبنة لبناء مصر الحديثة إن شاء الله. دكتور أسامة السعيد مدير تحرير
جريدة الأخبار، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.